ارحب بدكتوره اماني الطويل مستشار مركز الاهرام دراسات سياسيه والاستراتيجيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتوره اماني. دكتوره اماني، كلام ابي احمد النهارده سياده الرئيس فكر الناس وقال طلعوا كلام ابي احمد لما كان في مصر هنا، قال ايه وازاي هو اللي غير كلامه؟ مصر لم تغير موقفها ولا كلامها. صحيح، أبي أحمد قدم تطمينات لمصر أكثر من مرة، ورئيس الوزراء الإثيوبي الذي سبق أيضا قدم تطمينات بسلم. لكن هذه التطمينات من الواضح أنها كانت في إطار المراوغات الإثيوبية ولا تملك مصداقية، وليس هناك إرادة سياسية إثيوبية للتعاون في الإقليم. واضح أن الأجندة الإثيوبية معنية بتحقيق الأهداف الإثيوبية منفردة على حساب باقي دول وادي النيل، دولتي المصب مصر والسودان. الحقيقة الخبرة اللي بتقدمها إثيوبيا أو الأداء السياسي اللي بتقدمه إثيوبيا في هذا السياق ربما يكون غير مسبوق، لأن كل الأنهار الدولية على مستوى العالم عليها اتفاقات. طبعا طبعا يعني النهاردة احنا كنا في جلسة عمل في 100 اتفاق حوالين أنهار حول العالم. في اتفاقات للتنسيق مثلا في إطار بحر البلطيق بين دول قد تحاربت من قبل، السويد وفنلندا، بين دول بين خلافات أيديولوجية، روسيا شريك. صحيح. في منظومة تشغيل في منتهى الدقة لضمان مصالح الجميع. فالحقيقة الخطاب الإثيوبي القائم على فكرة الانفراد بالقرار والتعتيم على المعلومات واعتبار أن التصرف في مياه نهر النيل هو موضوع سيادي كلها يعني مغالطات تنفيها الخبرات العالمية وأيضا ينفيها القانون الدولي. والحديث يعني إحنا بنتفاعل كتير مع معلقين إثيوبيين الحقيقة ينشروا ضلالات وهم في قرارة نفسهم فيما أعتقد يعلمون أنها ضلالات. يعني لما يقول لك إحنا بنعمل السد ده عشان ما نبقاش في الظلام، طب أنت حاربت جزء من شعبك وضربت محطة كهرباء ليه مثلا؟ يعني مثلا صحيح. بيعتبرك أنت المسؤول عن الفقر والظلام الإثيوبي، طب والحروب الأهلية اللي بقالها 100 سنة في بلدكو دي إيه مسؤوليتك؟ صحيح. يعني بيعتبر أنه له نصيب في نهر النيل، طب وبقيت أحواض الأنهار وأنت بينزل عليك 900 مليار متر مكعب من المياه. يعني مصداقية الموقف يعني الخطاب الإثيوبي نفسه لا يملك حوامل منطقية من حيث المعلومات ولا يملك مصداقية سياسية بعد المراوغة عبر 10 سنين. وبالتالي دولتي المصب من حقها أنهم يقولوا أن كل الحسابات مفتوحة، كان الكلام ده بيقوله مصر لوحدها. النهاردة يعني وزير الري السوداني قال نفس الكلام، كل الحسابات مفتوحة. صحيح. وأن هناك مراوغات إثيوبية. دكتور أماني، أين المجتمع الدولي؟ يعني خليني أقول لك أنه كان في مراهنة على أنه يتم الحل يعني بين الأطراف. لكن بعد مفاوضات كينشاسا في انتباه من إدارة بايدن لخطورة المسألة، فتم الإعلان بالأمس بعد ساعات قليلة من انتهاء يعني او الاعلان عن فشل المفاوضات عن وجود او عن بلوره وفد امريكي. ايوه. هيزور المنطقه بهذا الصدد. ولافروف وزير الخارجيه قريته، لكني قريته عن مصادر فبالتالي ما قريت فعلا اللي حضرتك بتقوليه، بس انا قريته لقيته عن مصادر فما بقتش فاهمه مدى مصداقيته، فمهم قوي ان حضرتك بتقوليه ده. يعني في نوع من انواع الانتباه الدولي محدود. صحيح. احنا ادواتنا ما كانتش فعاله على المستويات غير الرسميه. يعني احنا ما تفعلناش بشكل كافي على المستويات غير الرسميه بحيث ان احنا نحشد راي عام اقليمي ودولي. واعتمدنا على الوعود الاثيوبيه واعتمدنا على الادوات الرسميه. ونعتمد حاليا على القدرات المصرية وخط الدولة الواضح في صيانة الحقوق المصريين في يعني حقهم في الحياة. لكن في المرحلة المقبلة أنا أتصور أن هيبقى في نوع من أنواع الانتباه الدولي بزيارة يعني بوجود الوفد الأمريكي. خبرة إدارة بايدن أيضا سوف تتطور في موضوع صدمة النهضة، لأن موقف إدارة بايدن الحقيقة خد موقف مغاير لإدارة ترامب على اعتبار ان يعني في ضوء العداء السياسي الداخلي الامريكي.
اي ما بين الحزبين. نعم بالضبط. لكن لم يتم تقدير موقف منفصل للحزب الديمقراطي الحاكم بشان طبيعه اداء اثيوبيا. انا اتصور انه الان سوف تنمو خبرات اداره بايدن بالتفاعل المباشر مع المساله. طبعا وجود لافروف في المنطقه بيدي جرس انذار برضه لبقيه الاطراف الدوليه لها مصالح. صحيح. فروسيا بتتمدد النهارده في البحر الاحمر وفي القرن الافريقي وفي الدول الافريقيه. نعم. والمنطقه كلها منطقه مصالح دوليه، فالناس لازم تحافظ على مصالحها، لان عدم الاستقرار في المنطقه الحقيقه هيضر مصالح كتير. طبعا احنا حتى لو مصر ما خدتش اي يعني ما خدتش اي رد فعل ازاء العنف الاثيوبي، في يعني في تحركات هيكون لها طابع اجتماعي للسكان سواء في مصر او في السودان، هتكون مؤثره على امن الجنوب الاوروبي مثلا. نعم. نعم. يعني لما تيجي السودان تقول لك احنا محطات الكهرباء هتقف ومحطات الميه هتقف. أي. طب انت متصوره السكان السودانيين دول هيعملوا ايه؟ على طول نهر النيل. صحيح صحيح. يعني ده امر مهدد للحكومه الحاليه. نعم. وكان مهددا في الملء الاول للحكومه السابقه. يعني تجاوزته. نعم. بصعوبه. نعم. تجاوزته حجم وحجم الملء كان 5 مليار، احنا بنتكلم على 13 مليار. نعم. فيعني لازم يكون في انتباه لطبيعه المصالح الدوليه في المنطقه والمصالح الدوليه في مصر، ويجب ان يكون هناك انتباه. الو ايوه دكتور امين، الخط فصل. نعم نعم تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.